اهلان اهلان قرقاش، هيا الله يجي 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 يجي. اهلان اهلان اهلان، كيف حالك؟ كيف انت؟ كيف؟ الحمد لله بخير. ما انا مو قلت لي كيف انت بخير، هم كيف ما يبيشين؟ مش مريضة ولا مو هاي مريضة؟ يضع جاف بابا عشان يسعفه ولا مو كلها بيب شو هيك عندي؟ قول لي كذا كذا مزينة، لا تخش تخليك تطرح. الحمد لله بخير ومسلم عليك. والله يسلمك وسلمي. يشرب شيء، شرب شيء. انا ابدا لك عاق الكلام من اللي قلنا لك هذيك اليوم. من مقل كلام؟ انا قلنا لك تساليه كم له ابوك من يوم مات. ايوه ذكر كلام اسالكي، وقال قال له سنتين 9 شهور وعشر ايام. ما شاء الله عليك والحسن، انت وامك ما الحساب عندهم حساب بالدقيقه وبالثانيه، ما شاء الله عليكم. الله يرحمه. ما انا معاقل ثلاثك اليوم يوم نزلت لعندي المرعى، وش تقول له؟ معاقل لك مصلح علمك مهري ما هدرش مني، ما قالش على هذه. لا سألتني، قال لك عاول لك عند مصلح معاقل لك. طيب انا بقول لك معاقل لك مش كله. ما معنيش ايش كنت انا اقدر معه هذا. كيف حالك وكيف اخبارك يا ربع؟ الحمد لله اخبار خير، من حق هذه الايام يوم هكذا ويوم هكذا. اني كيف من هذا ومن هذا؟ اني ملونه ولا كيف؟ حتى داري بعيشة البلاد، ما بقول لا مخروج ما بش مدخول. مو بك يا رب، حتى انت تدخل هكذا وانت معاك. قول مننا احنا جالسين بالبيت، لا معانا لا مهره ولا عمل. انه احنا اشتاكي لكم ان الغربه راحه، تغرف الا بيش ترجع. ها مو بكم، ابن انتو تطلعوا لا تغتربوا. ترجعوا لهنجمة وفي الصعبة قرية وصرفات وتخازن، مو عليكم احنا جالسين مقبعين عبدك والصميل. انتم تعينهم لما يجي من الغربة تحصلوا مرتاح وتقولوا اه والهنجمة. ايوه من صدق، عايشين احسن مننا هموا بهم. ما انتم دارين نيجا اجازة يرتاح بعد التعب والشقالة والنهار حتى يوم عيد ويشتغل. ايوه صحيح، لكن لا تعب يعجج اهله ويريحهم. يا رجال الحين بدل ما تحسد عيل لك فيزه ولك من جيز الناس. لا يا قلبه قالوا الرجال له رجال غير رجال. مش اقول لك، قول كلام مصلح طيب وعلمني كل شيء وانا احبه مثلك يا ام ازيد. هو بك على خبر هذا لك تشغل على هذه؟ قول والله يا ام ان نحصله مثل ما ابين واحبه مثلكم كحب ابي. انا اقول كيف اقول احبك مثل ابي واقامه، لكن امي عاديها لي. قل لي عمي مصلح يبلغيك السلام، قل لي امانه عليه، قل لي ديه الله قلاده، لا تحتاج حاجه لا تسعي تسالني ناهين وتندفع نفسي من برد من نادي من نادي. ها خارجال تمام. انا ايش اقول لي يا عم مصلح؟ انا ايش اقول لي؟ تعال من رجال مو مسعج مو بكثر. ما انا والله مكره، لكن ما بش بيس ادالي انت سلاف وانا شطرح لك راهن. ايوه شطرح راهن. ايوه شطرح بصير عندك راهن. تمام انا شدي لك، لكن اول ما تحصل عمل تجمع حقي وترسل به من غير ما اسألك. تمام اتفقنا، وانا ما انسي معروفك. ولك عينك مو مع الناس كيف تدخل الريال. يلا اتفقنا يا ربعه، يوم ثاني نلتقي. يلا الله معك. أمو نسك يا عم مصلح، عارف أشكري بكلامك العسل هذا ما أدروك لما ضيعك حسي. مو قلت لك مو جفتا ولا مو جاك حاجة مو تحتاجوا شي ولا شي؟ قال كلين محتاج ولا شي، ما بقول لك قال أمي ولا لعند عمك مصلح دي يحتاج منك تنفعه ولا شي. اسلم يا غالي انت والغالية، ما دام ما قلت لك تجي لعندي تعيني مشتي متنفعني، لكن بالزلاق ولا دي ما دي حق الجمعة، هذه حق ما تحب تقول سكتة ما حد يدري كمان لا أدري جني هذه حق الصياد هذه النسون لا وصاد ما حد يدور ما حد يدور مصلحة حيوان في دوله. مشتي شمسة بزي هذه دي لو ما في تشري لكم مصاريف تشري لكم دولا دي كل ها على وسخ ما تفهمش إلا الرموز. أهلا وسهلا
وسهلا يا رب، كيف امورك؟ الحمد لله بخير. ايوه، منين جاي؟ والله جايين من السوق. سبحان الله العظيم، مع العافيه. كيف تمر السنه؟ باقي كم يوم دخل علينا الشهر الكريم؟ الحمد لله. هو صحيح، اذا الانسان بخير متعافي يمر العمر من غير ما حد يحس. اي والله صحيح، العمر يمر سريع، احنا نعد الايام والايام عدنا، كل يوم محسوب عليك. ايوه، وانت قول لي، انا مو عادك ما تزوجش لحد الان. مو اقول لك، عاد انا محتاج مبلغ ما قابش مع اللي تكفي. وانت مش ضروري، ما في الا تجمع بيش كله. ما لو كيف، مو رايك؟ انا من رايي لا في قبالك بنت من عيله محترمه، تخطبها ودفعك الحاصل ويصبروا عليك فتره لما تجمع الباقي. تمام، ما دام هذا رايك على ايدك. مش انا، خلي الشيخ مصلح يسالها. لا انا مش تيك اللي انت، اما الشيخ مصلح انا ويوم احنا السادين. تمام، ما دام هكذا ما يهمك. قل لي من قبالك بنتي، من اخطب لك؟ اقول لك انا قبالي بنت ابو شنب. ايوه بنت ابو شنب. ايوه، حتى امي قال عجبته وانه مؤدبه وحاله، وابو شنب راعي محترم. تمام، انا شف على القاضي، ما كتب ربك يكون، وقعدن ابو شنب شيحترمني ويوافق على طول. خلاص، لا انت فاضي، اقول لي انا وانت حتى اليوم، وبنته وزوجته شف راح انفرح. تمام ان شاء الله، يلا مشينا. شغف في السياره، يلا هي. فتوح يا علي، الله ارضى علينا وعلى والدنا يا شاكر. يا الله يا الله يا رب تدرك في الدنيا والآخرة. يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا باقي إلا الله. سبحان الله العظيم. صباح الخير يا شيخ مصلح. يا صباح النور. هل أنت غايب علينا؟ موجود موجود، خذنا نجوك أدي لك أورق حقك. تمام، جهز قال. تمام تمام، يلا. رجال تعجبني، اوصلك اللي عند الفندق اللي يقول كلاك. وصلك سؤالك علو، قالوا ما الا عرس حق من عمه. مالو بعدك افعل فعلك؟ مو فعلك، دبرك حالي، قولك معاش ارجعش بلاش. من عند هذا لعند هذا، وهذا يشتي وهذا يشتي، كلهم طيبين. ما هاش مشكلة، مزلنا جهاز كهان سال البياس، تجي وتروح، ما حاش اخدمك هكذا بلاش. ملاهي خدمات، مو عاد تحتاج مني يا شيخ مصلح. اسلام اسلام، الله يعافيك. يلا خاطرك، الله معك يا شيخ مصلح. يا رجع يا بشغل لك. خير يا شيخ مصلح. مو ذكارك. ما بلغ عربش كنيب، وهذا ابو شنب جاي يشتكي منك. ابو شنب يشتكي مني؟ لا مو فعلك ابو. شكوا بعيني ابني، شكوا. مو فعلك ابو، قالوا انك تبزوك ولا ناس يفتح الطريق، وانزلكم ناس يفتح الطريق وفلت كله وجزعك. ايوه يا ابو جناب، عليك جاك تشتكى بي. ما انتش داري مو قلقلين انه لو مفسر مو بانك انت اويو، لو مو دحين رجعك باسمه، لو مو فلت كله. انا يا شيخ مصلح ما فسرك الا على ابو جناب، اخطا علي وزاد جاي يشتكي عندك يا شيخ مصلح. ما هو لا دربه كله قاعد منه. يا شيخ مصلح، انت داري ابو شناب الله دول اللف والدوران، ولا هو ما بش حاجه؟ لو كيف اخطا عليك مو قال لك قلنا قال انت فين تكلو؟ كانه خرب ام ثمن خر حمر لك شنو هو ينوق؟ مو قال لك، مو اللي غدر، مو يتكلم عليك. اقول لك يا شيخ مصلح، انا شو اقول لك؟ من اوله لا اخره. اهلا اهلا، حي الله من جاء. الله يحييك ويبقيك وحي البيت باهله. حيا من دغري لا جسم. حيا الله من جاء. الله يحييك. حيا الله من جاء، كيف اخباركم؟ الحمد لله اخبار خير. وانت كيف اخبارك؟ من تبع هذه الايام؟ والله هذه ايام نترعوي مع نقدر نطلعها قروعه كم حدا من ميري، احنا زلقنا وامي هربولا زلقين. ايوه هو صحيح، قال المثل لا هجز لجاه ولا حتى بستغني. المهم اهلا وسهلا، بس قولوا لي مو سبب الزياره هذه المفاجئه؟ والله يا عمي ابو شراب ما قالنا الا نسال، بنتك المسؤوله على سنه الله ورسوله. ايوه تسال بنتي، والله ما انا داري مو اقول لكم. ما تقول لنا، لا تستعجل، قالوا انفسكم على رأيك.
كيف نوالي انفسنا، وانت داري انه هذه ايام شتاء، مين يصلح في عرس هذه ايام؟ لا احنا ما حنت مستعجلين، بس قررنا نسأل واتفقنا وبعدها لله حلات. كيف؟ ما انتم مش مستعجلين؟ هولي انا متى؟ كان هكذا، كان كل الزيت تربطه على عرض الموتور وسحبكم مسافه، كان يتكلم المشكه، ما دام هو اللي شرع اتكلم عليك. هو انا دربونا مكسورنا مزدني، ما يحب لك المشاكل قلب بعد فارغ، لا مع ولا مهري ولا ديري، هو يجي يتوكل لك على المساكين الشيء كل حلال ولا حرام؟ ايوه زي ما اقول لك يا شيخ مصلح، وانت داري اننا ما كذبش عليك. قلنا لك انا داري بوقه وخبز عيني، امانه لقوا يبدي ان لمها يعني يقعين لراسي. قانت اخبر بو. قل لك صورته كريه، ما بوش كذا الرجاله. ايه هذه هي. ما هو مثل الذباب لقى فوق الجرح ولا عش يقزع. خلاص انا شغل احضر وتقابلك انت. ايوه حاضر يا شيخ مصلح، على عيني وراشي. الحضي. احنا قلنا نسال واتفقنا ندفع لك الحاصل، ولما تتوفر حق الذهب والكسوه والعرس بعد عرسنا. كيف لما تتوفر؟ لمول الملك سهل، منو حريو؟ انا الحريو يا عمي ابو شنب. كيف يا ربع؟ قلقلي حريو وسيم. ايوه الحريو وسيم، وبعد الرجال باش يطالب الله، بعدين اقسم بالله مش حصل لي بنتك مثله. إلا صحيح رجال حلع همو بوه، بس للأسف ما بوش معي بنت للزواج. لا مو عمي أبو شنب، مش سبع أبونا مو بوه. لا ما بوشين، بس أنا أقولك إنك تسألي نفسك، بعد واحد يحق لنفسه بعد حتى الأرجح حق لغيره. هيا رب قم جزعنا، اللي ما يشتينا ما نشتو. هي جزعنا الزوج كله قسمه ونصيب، ولا راجع نفسك وتوالكم. على من توالي؟ جي قل لي قسمه ونصيب، لا النصيب منا الله يقطعه. يلا خلاله مدبر هنش راجع لهم قبل لا قسمه ونصيب. يلا هي ما نفعل حكمة الله. السلام ورحمة الله. وينك شارح اليوم؟ أنا شارح ما بلغ لك شوالك مشي هكذا وارجع. كم عاد باقي لما تجي رمضان؟ إيه هذا عاد الله شعبان، ما قاعد عشا شعبانية. كيف شعبانية موهي؟ لما باشار باسمه شعبانية ولا هو شعبان؟ اللي يسموه نص شعبان ويقولوا شعبانية، يسموه مش شعبانية وانت بذي. كيف مدريني قلت لأمي أنا احتفلوا بالشعبانية تحنوا أم الجهال والنسوان. كيف احتفلهم بالشعبانية عيد ولا مو؟ ما أنا ما صدقش. لما ما أصدق مفعل لك تصدق. أقول لك هي نولي أنا وتلا عند أبو شنب في إنه هو كلنا موهي. هي جزعنا أنا وأنت، شات عين كلامي صدق ولا كذب. لم بطش ورز ومو واسم مقراش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو شنب؟ الحمد لله بخير، والله بخير. يا ما صدقني اسأل أبو شنب. مو بقوم يا جين على مدة تلاغزهم. أقول لك جانا لعنده تقول لنا إذا عمموا الشعبانية. لو مغاياك وتسألوا عن الشعبانية مو تشتوبه. ما بقول له هادر شاقي على شعبانية ما صدقني. قلنا نجي لعندك تقول لنا مو الشعبانية. أنا شاقول لكم كان إحنا يوم إحنا جوال نفرح بالشعبانية فرح. أيوة لما تفرحوا به. كانوا يتحنوا الجوال والنسوان بعد أسمع لك.
احنا نمسي ليلة 13 و14 و15 ونضرب ونغني ونجزع لك على قرية على بيت بيت نشل لك تناك طبال. تمام وبعدين؟ وبعدين وكنا احنا نوصل عند ابواب وندق ونغني نرقص وهم يدوا لنا ناس يدوا صلاع وناس يدوا شقلات وناس يدوا هريسة وناس بياس. اسمع لك اغلنا هذا لما احنا ما نعملش على هذي نعمل لكم انتم قد طوركم فلتكم لكل العادات والتقاليد. ايوه وبعدين ادي لكم كلهم؟ لا مش كلهم بعض الناس كانوا يلاحقونا من تجاه الباب وكان احنا نصيح بيتك قمل محشي صمل بيت الصمل محشي قمل عباقي هدار قانا سيناهن كم وكم. واحنا لما ما نعملش على هذي يا عيالي الناس قابطلوا كل العادات والتقاليد وكانوا الناس من بعد المغرب يفعلوا لكم تنصير ويحرقوا برماد وصليط ويحرقوا بأجبة ماذا هي معابوا لتوائر يحرقوها نتروعوا قشمهم دخان. أيوة الله يرضي عليك يا أبو شنب. الله يرضي على الجميع. أستفسركم الله معكم. يلا الله لا يستفسر إلا ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف أخبارك يا رب؟ الحمد لله بخير. ما نسأل عنكم. من أين جاي؟ خارج من البيت. قلت أجي لا عندك. أهلا وسهلا بك. قل لي ملي أنت صايم الشعبانية ولا فاطر؟ لا لا للأسف قلت شغم السحر ما صحيت إلا الفجر. وانتم صائمين ولا كيف؟ انا صائم اليوم والوالدة قال يومين واليوم الثالث. الله يتقبل مننا ومنكم صالح العمل. المهم معاقل قليل وموجة. قل لك لا تصل على مسحت صهيرك احيانا مشغول احيانا مغفل. ما لا مو تشتهي فعلك يمكن عنده التغطية ضعيفة. يمكن زي ما قالك وانا قلك ما شزيدش كبير المسألة. اجينا عندك نتخارج سكتة ما حدا نسمع بنا. ايوه ولا يهمك. هي جزعنا انا وياك لقاه لها موجود بالبيت. يلا بسم الله. هي مو شيخ مصلح انك غير بحاله حقا. جلس 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 افتحن تلقوا جلس ما يوحنا كان عين مو بارك انتهوا كما جسر عيلو. ايوه ذكر ولا لا شاد تطير باش دولة انت اللي جالس اذا قابوا معك معي عمال انا رئيس اعمال. لا رئيس مشاكل انت سبق رئيس مشاكل. هيا لا تغلط. بسم الله الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا احمد كده احمد جاوب يسك. يا حاضر يا شيخ مصلح. لا تقص جنبي. اقول لك يا ابو شنب عرار ما احب لخنقه. دني الله ما ادناه. هي مواجه مصلح ما قررت تفعل بهذا الدنيء. ما أبدا غروني تقول أقول لك مو شنو فعل به شر عين مو حجتك مو حجته بعد الناس يحكمهم. ما أبدا شيء أنا أقول لك ضروري مش أفعل به. يا شاجع يا شاجع. هيا أخوي مو تشتا. هلو ابوك ببيت ولا ما هلوش؟ لا مو تشتي منه. مو نشتي منه قل لنا هلو ببيت ولا ما هلوش؟ ما نش داري. خلاص والله عين لا هلو وقل قلو خالي وسيم مروا بخارج من عيلة. الان عشق الرابع وقلي ها كيف هل معاك وقش تكيبو عنده؟ اقول له تحدثك السكين مع ابو المراعي لك لما تجي عشان نذبحه مو عشان نفعله نعين مو بينك تعالوا وهذا لنا بينكم. لا لا يا شيخ مصلح مش الا ذبيح تذبحه. قل لكم بطل خفة العقل اللي معك مو نفعله بعد لما جاء السكاري قلنا لك علامه مو السبب كرمابل هكذا نزلني ورجمي بالطريق. قل لك دم غالط ما تجزع السوا. إلا صدق ما نشتري عن الدولة العثمانية وأن
وجود دولة عنصرية، دولة فصل عنصري، دولة موبا مو تشتا ما اشتيشين أقول له خالي وسيم معه واحد مثل مشتو منه مو قالوا لك مو يشتو مني بعد منو الذي معه ما قالكش باسمه إلا قال لي بس باسمه أقول له نفس حاجة قسمك ثلث نص ربع هذا الرعب قد خالك وسيم أيوة لما تعرفه أيوة أعرفه ذا حين وينهم جالسين قلوك انهم راعي لك خارج انا تعبان ما بينش طاف الوجع الراس كيف تكذب تقول تعبان وانت ما بينكش حاجه لو ما تخرجش لعندهم انت تقول لله كف بالله حرام انا اقول لكم بطل اللقافه واخرج قل لهم ابي ما هلوش ما نجدر وينهم تمام انا ولي اقول لهم لا اقول لهم قال ابي اقول لكم ما هلوش اقول له يقع رجال وهدر كدر مثل ما الناس وانت لما تستجع منهم وانت رجال اقول لك بطل خبال اللي تتخابل اقول لك خلو قول لهم هذي ما هلوش اما انا انسحك بالريموت بقى الناس حقك لما فرقشوا حاضر انا اقول لهم هذي ما هلوش لو على فجوعي يا مو يا شاجع هلو ابو قول له ما هلوش ما هلوش مش موجود ولا له اثر ما انتش داري وانا هو ولا ما تش رجع لا ماني جاي العف منكم خلاص احنا ش نقزع ومتى ما جاء ابوك قل له قال جاء خالي وسيم مر ربع يدوروك تمام يا اخويل انا قل له يا ابن موزل ما عندك مراعي مين مو خايف منهم مو ملوكم يلا وين مدخلني سعم ما يقرب علامهم والسبب لما فعلكم هكذا اقول لك يا شيخ مصلح هذا الرجال ما عاد له مهم منه هو حسد ولا يكرهني ناي حسد ولا يكرهك اولا قل لي مو قال لك ما يعلم ما بالقلوب الا الله تعالى تمام زي ما قلت لك يا شيخ مصلح اول ما لقيني قال هذا اللي انت يا قريبي باحتقار يا عم وزر يا ابو شنب ها إلا قلك ناهي وبعد ما باقي ما قال لك قاعدين زيني قال لي حق من الموتور قلك له إلا حقي حق منه ولا ما الساحل قاهل مع خياب أقول له ورجع عدي لي كلمة يا شيخ مصلح آذري باذري أوه لا جبرك مو بقى يا قريبي كيف كلمة آذري باذري ذب علي انت اسكت يا شابة الكلب خلي ما ذكر ابو ما حيقول نقاطع الناس بالمجالس الله المستعان انه دحين مودي كلمه عذر بهذه كما خليك اني يدوم محرز كما الرجال كلهم خرف معي يخرج الكلام على طرقه اقول لك يا شيخ مصلح قلقا عرف البلاد كله ويعرف الملاح واخيب بس ما قالك يا اخيب الله مني قل لي مو السبب مو نزلك فوق الموتور الا من الكلمه حقك هذه بعد ساقول انك ما تعرف تتكلم هو زين قلقلو هكذا ايه قلقلو هكذا اولا انا يعني قلقلو هكذا واختك عليه وريح تركب معه والراجل حسن انزلك وعليك التعويل لك قل له قلقلو اول اللي ورجع انا ويقال اركب قزعنا اجزعكم بعد على ما اختلفكم على مش نختلف وبعدين اديني طريق على غير الطريق ايه وبعدين قل لي طيف المتر انزل شصلعه نزل قول شغل ولا في تمام الحين انا بعد ما اسمع منكم اثنين هذا عزوكم ايش احكم على اللي غلطان وانتوا بعصا ها بوزوا احنا الدينه هيا قوم نقوم وزورك انت شال كان واسمع ارباحنا الله يقلعك ويقلعك